ربما ليست هي السيارة الأسرع، ولكنها سيارة صديقة للبيئة، ثمرة جهد باحث شاب بمركز تنمية الطاقة المتجددة. لما نقول سيارة كهربائية عندنا شيئين اثنين، خاصة نحن في الجزائر يمكننا إنتاج الطاقة الكهربائية إما عن طريق الطاقة الشمسية وهو الأهم، بحيث أن الألواح الشمسية اللي تعطينا كهرباء ومباشرة نشحن هذه السيارة، أو باستعمال الغاز الطبيعي إحنا ما نستوردوش عوضا عن استيراد البنزين أو ما شابه ذلك، لهذا نستعمل مواد متجددة عندنا هنايا. السيارة وإن كانت مجرد نموذج أولي من الألمنيوم لا تتعدى سرعتها 50 كيلومتر في الساعة، إلا أن طموح أسامة طوابة لا يتوقف هنا، بل في تطويرها ولما لا تسويقها. الفكرة هي كانت تطوير لنموذج قبل هذا، بحيث أنه هذا نموذج ثاني للسيارة الكهربائية، حاولنا أنه يكون نموذج أكثر يعني فعالية، ونموذج يعني يمكن تسويقه إن شاء الله في المستقبل القريب. نتمنى وتكون يعني النتائج اللي تحصلنا عليها ما تبقاش قيد هنا فقط في المخابر أو داخل مراكز البحث، إن شاء الله تكون في الخارج إن شاء الله عند مؤسسات لتبنى هذه المشاريع إن شاء الله. سيارة إيكولوجية استغرقت 5 أشهر فقط لتصنيعها، ولكن قد تكفل لنا بيئة سليمة لسنوات.